عقدت الرابطة السورية لكرامة المواطن بالتعاون مع منظمة سولارس مؤتمرا تحت عنوان البيئة الآمنة والعودة الكريمة للسوريين، وذلك في العاصمة التركية أنقرة بمشاركة عدد كبير من الأكاديميين الأتراك من جامعات مختلفة. ويهدف المؤتمر إلى زيادة ترسيخ مفهوم البيئة الآمنة في سوريا ودورها المركزي في الحل السياسي المستقبلي وأثر غيابه على المهجرين السوريين في تركيا. أي الضيوف. هي أول خطوة تقوم بها مجموعة سورية لمخاطبة الشارع التركي ومنظماته ومن خلالهم طبعا الحكومة التركية لإلقاء الضوء على المحور الأساسي الذي يمكن له أن يحل كل مشاكلنا، اللي هو ضمان عودة آمنة طوعية للسوريين من خلال تحقيق وإنجاز بيئة آمنة في سوريا بالشروط التي تخدم جميع السوريين النازحين واللاجئين وحتى المقيمين داخل سوريا. About Syria actually, so it's critical to clarify key points related to that broad concept. الآن الشعب السوري بعد 10 سنوات لا يعتبر شعب سوري، يعتبر الآن لابد أن يعتبر، وفي الواقع هو جزء من الشعب التركي، يعني الآن هو جزء من هذا الشعب، ولكن هو في مشاكل في الاندماج، وهذا الآن بدأنا نتحدث عن الاندماج، والاندماج ليس مشكلة السوريين فقط، هي مشكلة بعض الأتراك أيضا الذين دائما يستمعوا من بعض العنصريون، بعض الأساتير وبعض الأشياء جدا الملخص بطريقة سيئة. أنا كسوري مشارك أرغب باستمرار هذه المؤتمرات مع نتائج نجدها أو نراها على أرض الواقع بشكل مستمر. يعني نحن لا نحتاج إلى مؤتمرات فقط، وإنما إلى مؤتمرات ونتائج ومخرجات نراها على أرض الواقع. هذه المؤتمرات مهمة جدا بالنسبة لنا، وخصوصا عندما تتكلم عن آلامنا في الداخل السوري، عندما تتحدث عن منطقة آمنة بمعايير دولية. الشعب السوري إجمالا بحاجة لهذه المناطق ولو على الصعيد القريب. لمعلومات أكثر ينضم إلينا يوسف ملا مراسلنا من أنقرة. أهلا بك يوسف. أهلا بك يا يوسف. حدثنا أكثر عن هذا المؤتمر، المنظمين والمشرفين عليه. يعني أستطيع أن أقول أن المؤتمر هو الأول من نوعه في ظل ملف السوريين يشهد الآن شهرة بين السياسة الداخلية التركية. قام هذا المؤتمر الرابطة السورية لكرامة المواطن، يعتبر الأول من نوعه في العاصمة أنقرة، استمر يومين، حضره أطراف من الحكومة التركية وأيضا أكاديميين أتراك ومن عدة جامعات وأكاديميين مشهورون على وسائل الإعلام التركية من مراكز أبحاث الهجرة في العديد من الجامعات، وبحضور وسائل إعلام أجنبية وتركية وعربية غطت هذا المؤتمر الذي تحدث بعنوان واضح وصريح وناقش حول موضوع مصطلحات البيئة الآمنة والعودة الكريمة للمواطن السوري. ربما هذا مثل هذه المؤتمرات قد تساهم في توضيح الفكرة عن ما إذا كانت البيئة آمنة في سوريا أم لا. ليومين كان هناك العديد من الندوات وورش العمل، وأيضا هناك كان من يسجل هذه المخرجات، و في نهاية هذا البرنامج كان هناك برنامج ختامي استعرض فيه الأعمال، وكان هناك أيضا استعراض للأرقام والإحصائيات، وبحضور خبراء من أيضا سوريين وأكاديميين عرب وأيضا من عدة جنسيات. يعني كان اجتماع أستطيع أن أقول هو الأول من نوعه يقام في العاصمة أنقرة. هل حضرت الاجتماع يوسف؟
نعم أنا كنت موجود هناك. نعم. وكاميرا تلفزيون سوريا كانت موجودة. جميل. طيب نحكي شوي عن مخرجات يعني هذا الاجتماع، أكيد الكل عم يشاهدنا يعني ناطر يشوف مخرجات الاجتماع، وأيضا هل سوف تعود بالنفع والإيجابية على المواطن السوري أو على الضيف السوري الموجود في تركيا؟ يعني عند الدخول إلى 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 المؤتمر تم منحنا البروشورات وكتيبات تتحدث بثلاث لغات، بالإنجليزية وبالتركية وبالعربية، عن مفهوم البيئة الآمنة وكيف يجب أن تكون الظروف في سوريا حتى يتهيأ الوضع لبيئة آمنة لعودة اللاجئين أو المهجرين السوريين إلى سوريا. المخرجات وعد القائمون على البرنامج بإرسالها إلى الجهات التركية الحكومية والخاصة بعد في حال انتهاء منها. طبعا الرابطة تصدر دائما في نهاية أي عمل لها مخرجات وترسلها، يعني أستطيع أن أقول أن المخرجات لم تصدر بعد، في حال صدورها سنزود فيها السادة المتابعين. لكن هل هي مبشرة؟ مبشرة يوسف يعني لمن يتابعنا؟ يعني الهدف من البرنامج أكثر من أن يكون صناع قرار، وإنما هو إعطاء إحصائيات وأرقام للوضع الحالي. مثلا كان هناك دكتور مشهور جدا مراد أردوغان، وهو من الجامعة الألمانية التركية، قال أن 80% من السوريين لا يريدون العودة في ظل الظروف الحالية، ولا يمكن أصلا الحديث عن العودة دون الاندماج المناسب للنازحين السوريين في البلدان المضيفة لهم. أيضا أكاديمي آخر تحدث عن أن المهجر الذي هاجر مثلا من دير الزور أو من مدينة أخرى لا يمكن أن تعيده إلى الريف الشمالي، لأنه سيشعر بالغربة أيضا، لأنه هذا ليست المدينة التي نشأ فيها، فأنت تجعله يعيش غربة في داخل بلده في الأصل. صحيح. فإذا كنا نتحدث عن إعادة اللاجئين إلى مناطق الآمنة أو مناطق الشمال السوري فهذه لا تكون عودة آمنة. وتحدثوا أيضا عن موضوع الانتخابات وعودة السوريين، تحدثوا أن نسبة 73% من السوريين في استطلاع أجري على 1100 سوري قالوا أنهم يتخوفون من الأجهزة الأمنية أكثر من موضوع الخدمات العامة في حال عودتهم إلى سوريا. من سيفضل الوعود؟ هناك أرقام قدمت كانت رائعة جدا. ماذا تحدثوا عن الانتخابات وعن عودة السوريين؟ ماذا تحدثوا؟ قلت تحدثوا عن الانتخابات وخوف السوريين من إعادتهم قصرا مثلا في حال تغيرت الحكومة. يعني حاول الأكاديميين تأكيد على إبعاد الملف السوري عن الصراعات السياسية الداخلية في تركيا، وأن لغة الكراهية وخطاب الكراهية يسهم في موضوع إعادة السوريين دون معرفة بعض الموجودين في تركيا أو خارج تركيا أينما كان السوريون، دون معرفتهم بواقع الواقع السوري. وتحدثوا عن العفو الذي أصدره رأس النظام السوري، وقالوا أن بالأصل أن الواقع هناك غير مهيئ لعودة السوريين لانتخاب حكومتهم، وأن هذا عفو شكلي يعني غير لن يطبق، خاصة يعني أن بعض للأسف انتهى وقتنا. جرى انتهى الوقت يوسف، شكرا لك، كنت معنا من أنقرة.